بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل الشكر وكل التقدير والمجهود الجبار الغير عادي، وكل الشكر للجنة المنظمة الدكتورة مها الحولي والدكتورة زحر والدكتورة ميادة، وربنا يكرمهم دايما. وطبعا لي الشرف ان اتكلم قدام اساتذتي الكرام الأستاذة الدكتورة ألفة الشناوي والأستاذ الدكتور عاطف القرن والأستاذ الدكتور رأفت السكري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هتكلم على موضوع يعني هو طبعا مهم وبنقابله يوميا في العيادة مع الناس كتير وفي الأوت بيشن كلينك عامة، هو السموكينج سيسيشن. طبعا احنا عندنا نسبة كبيرة جدا سموكرز في مصر، وهنقول دلوقتي بالأرقام آخر نسب وصلوا لها من السموكرز. طيب موضوع السموك سيسيشن ده، يعني لما يقابلني حد عايز انصحه بالسموك سيسيشن، ايه اللي ممكن اقوله؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ ايه الادفايس اللي ممكن اقدمها له علشان يتوقف عن سموكينج؟ وايه الهازارد المهمه اللي هو لازم بعرفها وانا بعرفها لو هو استمر في السموكينج؟ يعني احنا بنقول في الاول سموكينج از نوت اباد هابت، ات از ا كرونيك ميديكال كونديشن. يعني هو مش مجرد عاده، لا ده هو ميديكال كونديشن كرونيك بتؤدي للكثير والكثير من الديزيزز زي ما هنشوف دلوقتي. الهيستوري بتاع السموكينج من زمان، من ايام الستينات والخمسينات. سموكينج از نوت اونلي ا سيجريت، ات از ا دراج ديليفري سيستم، اكني باخد بالظبط دراج ديليفري عن طريق السيجريت دي. سموكرز داي ايرلي، وده الكلام ده ثابت بالاحصائيات وبالستاتستكس، ان عند سن ال 80 سنه 22% من الناس النورمال، ده يعني المعدل الدس، لكن السموكر 53% من السموكرز بيضيعوا عند سن 80 سنه. هل كويتنج وركس ولا نوت وركس؟ كويتنج وركس، لان هو طبعا زي برضه بالستاتستكس الريليتيف مورتاليتي ريسك بتبقى 1.5 للنون سموكر، ما بين الكرنت سموكر بتوصل 3. يبقى معنى كده ان هو لو بطل سموكينج هيستفيد، وده هينعكس على كل حاجه. Some figures، يعني smoking is a leading preventable cause of death. حوالي 500 ألف death per year في اليو اس اي سببها السموكينج، وحوالي 3 مليون death worldwide. ايجيبت ليها ال highest cigarette consumption rate في الميدل ايست وفي النورث افريكا، وفي سنة 2000 لقوا ان حوالي 46 مليون cigarette smoker موجودين في مصر. نيكوتين is an addictive substance، on a milligram base it is 10 times more potent than heroin. يعني احنا لو حسبنا الهيروين وحسبنا السيجرت النيكوتين ووزناهم قد بعض، هنلاقي ان 10 تايمز مور بوتنت هو النيكوتين اكتر من الهيروين. وده التوباكو ويذدرول سندروم. طب الشخص يعني اللي بيبطل سموكينج وارد يجي يشتكي؟ بيشتكي من حاجات كتيره قوي، واهم اربعه فيهم هم الدبريشن. بعد ما يبطل سموكينج يدخل في دبريشن، بيدخل في بور كونسنتريشن، وبيدخل في انكريس ابيتايت. دول اهم ثلاث حاجات بيشتكي منهم السموكر لو بعد ما يبطل السموكينج. طيب هما ثلاث اسئله مهمين: واي دو وي سموك؟ واي شود وي ستوب سموكينج؟ هاو دو وي ستوب سموكينج؟ هنبدا واي دو وي سموك. هو اللي بيدخن ليه؟ هو السموكينج ليه؟ عشان الثلاثه بي هما الفسيولوجيكال، ان هو عنده فسيولوجيكال ديبندنس، سايكولوجيكال ديبندنس، وبيهيفيرال ديبندنس. النيكوتين بيوصل للبرين في 7 ثواني بعد ما ياخد اول يعني سموك، بيوصل 7 ثواني بيوصل للبرين، بينتحد مع النيكوتين ريسبتورز ويطلع دوبامين وبيعمل فيجوبل سنسيشن. وده النيكوتين ده اللي بيحصل بالظبط، مجرد نيكوتين يدخل اللوكال سيريولس بيعمل اراوزل، ومجرد ما هو يعمل بايندنج لاستايل كولين ريسبتورز بيعمل موتيفيشنال بيهيفير. ده اللي بيعمل البوزيتيف رينفورسمنت اللي الشخص بيحس بيه اول ما ياخد السموك. ده بيؤدي بقى لزياده في جميع المواد اللي موجوده في البرين، نور ابينفرين وبيتا اندورفين واسيتايل وسيروتونين، وكل الحاجات دي بتدي اراوزال سنسيشن. الفسيولوجيكال لانه بيزود الكونسنتريشن، بيزود الميموري، وبيقلل التنشن، وبيقلل الانكزايتي، فهو بيعمل بروموشن للفيلينج اوف ويل بينج. طيب هاو دو وي ستوب؟ ده السؤال بتاعنا النهارده. احنا هناخد الموضوع من منظور الايفيدنس بيز ميديسن. طب يعني ايه ايفيدنس بيز ميديسن؟ هو عباره عن حاجه ان هو بنعمل اسك اند كويستشن، بعد كده بنعمل ابريزل لكل الريسيرشز والستاديز اللي اتعملت في النقطه دي، وبعد كده بنعمل لها ابلكيشن. دي معنى كلمه ايفيدنس بيزد ميديسن. بنعمل كير كويستشن، بسيرش الليتريتشر، بنعمل كريتيكالي ابريزل، وبنعمل امبلمنتيشن ان كلينيكال براكتس.
دي السيركل بتاعه الايفيدنس سايكل. وانا هناخد الموضوع من منظور الايفيدنس ميديسن. الحاجه الاولانيه هي فارماكولوجيكال ايجنتس، هم ثلاث حاجات كبار. احنا هنتكلم على ثلاث حاجات. فارماكولوجيكال ايجنتس ده نمبر 1 ادويه، نمبر 2 نون فارماكولوجيكال تريتمنت يعني حاجات نون فارماكولوجيكال هنقول عليها دلوقتي، والحاجه الثالثه الجديده هي الالكترونيك سيجاريت، دي هنتكلم عليها باختصار شديد جدا. الفارماكولوجيكال ايجنت اللي وصفت في السموكينج سيسيشن ثلاث حاجات، هما النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي، والبوبروبيون اللي هو اسمه زيبان في السوق، والفالنكلاين اللي هو الشامبكس. طيب زي ما قلنا النيكوتين بيتحد في الاستايكولين ريسبتورز بيزود نسبه الدوبامين في البرين، ده تاثير النيكوتين. طب احنا هنعمل ايه؟ هناخد نيكوتين بس هناخده بدوزز اقل. السيجاريت بتوصل مستواها لغايه 25 ملغ بالمنت، امال السبراي بيوصل ل 10 ل 15، الجم بتوصل لحوالي 7. فانا باخد جم او باخد سبري وبوصل النيكوتين لدرجه اقل من السيجاريت. طب هو ايه السايد افكتس بتاعه النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي؟ التست بتاعها وحش جدا، بتعمل هيكاف، بتعمل سيفير جاسترايتس، والباتش بتعمل سيفير سكن اريتيشن. ايه اللي بيخليها تفشل؟ ان السيفتي بتاعتها فيها كويشنبل مارك كبيره جدا، سيفتي از ا بارير. ده الفرق بين البلاسيبو وبين اللي استخدم نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي. البلاسيبو 10%، اللي استخدم نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي عمل كويتنج 17% منهم قدروا يعملوا كويتنج، من 10 ل 17. تاني حاجه هو بوبروبيون. البوبروبيون اصلا ده عباره عن انتي ديبريسنت اساسا، اتيبيكال انتي ديبريسنت، وده بيقلل الكريفنج والوذرول سيمتومز وبيقلل الايفكت بتاع السموكينج. البلاسيبو 11%، البوبروبيون 19%، اللي استخدم بوبروبيون عمل كويتنج 19% منهم قدروا يعملوا كويتنج للسموكينج. الحاجه الثالثه والجديده وتقريبا احنا اللي بنستخدمها هي الفرانكلاين. الفرانكلاين اللي هو اسمه في السوق الشامبكس، ده بتاع فايزر، وده يعني جد فتره كده من كام سنه كان عليه لونش كبير وكان عليه كلام كتير، وبعد كده يعني هدي شويه. الفرانكلاين ده بيعمل ايه؟ بيقلل الكريفنج بتاعت سيجاريت موفمنت وبيزود الشانس بتاعت الستوبنج. هو بيعمل ايه؟ هي ماده شبه النيكوتين، بتتحد في النيكوتين ريسبتورز وتدي نفس الايفكت بتاع النيكوتين من غير ما تكون نيكوتين، ماده اسمها فرانكلاين. ايه المشكله؟ بتعمل نوزيا، بتعمل مود ديستربنس، بتعمل كارديوفاسكولار. طب الايفكت بتاعها كام؟ البلاسيبو 12%، الشامبكس 28%، يعني حوالي 30% من اللي استخدموا الشامبكس قدروا ان هم يبطلوا سموكينج. ده رقم كويس، وده اعلى رقم موجود في الفارماكولوجيكال ايجنت. الحاجه الثانيه هي النون فارماكولوجيكال تريتمنت. حاجات كتير جدا وصفت في السموكينج سيسيشن، وهنقول ايه اللي واخد يعني ايفيدنس قوي وايه اللي واخد ايفيدنس ضعيف. هو من ضمن الحاجات مثلا الاكيوبانكشر والهيبنوثيرابي. طبعا الاكيوبانكشر عن طريق حاجات كتير، اكيوبريشر بس ده واخد ايفيدنس بي، والهيبنوثيرابي برضو من الحاجات اللي هي ما لهاش تاثير واخده ايفيدنس سي. ودي بيبر اتنشرت على الاكيوبانكشر في سموك سيسيشن، وقالت ان ذيس انترفينشن ار ليس افكتيف ذان ايفيدنس بيزد انترفينشن، يعني هي تاثيرها ضعيف. السايكولوجيكال سبورت، السيلف هيلب انترفينشنز، يعني ان انا بدي ريت الماتيريال، بدي بوزع فيديوز مثلا في اي مكان على السموكينج سيسيشن. وفي بيبر اتعملت على الفيسبوك ابلكيشن فور سموكينج سيسيشن، يا ترى ايه تاثيرها وايه مدى فائدتها؟ الاستادي دي قالت ان السوشيال نتورك سايتس سبيشالي فيسبوك ورنت انكلوجن ان توباكو كنترول افورت دايركتد توورد يانج ادلتس، يعني هي ليها تاثير خاصه في المجموعه اليانج ادلتس، بيبقى ليها تاثير كبير. وطبعا الديلي اوتو مسج دي ابيرتو ان هي ليها بروميس في سموكينج سيستيشن. الحاجه الثانيه هي الانديفيديوال بيهيفيرال كونسلنج، ان انا بعمل سايكولوجيست دول بيتواصلوا مع السموكينج، وبعمل هيلث اديوكيتورز، ودي حاجه واخده ايفيدنس. ايه الجروب بيهيفير؟ طبعا زي جروب ثيرابي دي بتبقى يعني اكتر بره، عندنا قليل مش كتير، لكن هي موصوفه في حاجات كتير اللي هو جروب ثيرابي، مجموعه تقعد مع بعضيها ويتشاركوا الاكسبيرينس بتاعتهم، وده بيشجع كل واحد للتاني ان هو يبطل سموكينج. بره عملوا حاجه اسمها التليفون كونسلنج، عملوا هوت لاينز، كل اللي عايز يبطل سموكينج يتصل بالهوت لاين، هترد عليه حد معين ويتواصل معاه ويساعده ان هو يبطل سموكينج. انترفينشن ان سبيسيفيك جروبس زي الناس الهوسبيتالايزد، الفتره بتاعه المستشفى والعيان محجوز في المستشفى دي بتبقى فتره قويه جدا ومهمه وتساعد بقوه ان هو يبطل السموكينج. الفاميلي بروجرامز زي البارنتال سموكينج والديفيكلت الانفانتس والتودلرز. الانترفينشن ان سبيسيفيك سيتنج زي الورك بليس انترفينشن، يعني في اماكن كتير نحدد فيها الاماكن اللي مسموح بيها السموكينج والاماكن لا، دي حاجه بتساعد ان الشخص يبطل.
الكوميونتي انترفنشن زي ان انا ازود التاكسز على السيجرتس، ازود التاكسز. لو زودت التاكسز ده برضو بيقلل لمجموعه معينه من الناس ان هي تكمل في السموكينج، وازود البرايس بتاع السيجرتس، دي حاجه تانية. انترفنشن باي سبيسيفيك بروفايدرز زي الفيزيشن ادفايس، مهمه جدا 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 الفيزيشن ادفايس. ما فيش معنى اي حد انا اتواصل معاه يعني بكشف عليه عنده ديزيز في اي تخصص لازم ان انا اديه شورت ادفايس وسترونج ادفايس ان هو يبطل السموكينج. ما ينفعش ان انا اشوف على واحد سموكر واسيبه. الحاجه الثانيه النيرسز على فكره بيبقى ليهم دور مهم جدا في موضوع سموكينج سيسيشن، برضو عن طريق الادفايس وفتره وجودهم في المستشفى، وعن طريق ان هم يوروا ازاي بنستخدم النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي. الفارماسيست برضو ليه دور مهم جدا، لو اللي موجود في الصيدليه ده المفروض يبقى اورينتد وعنده اكسبيرينس بكل حاجات النيكوتين ريبليسمنت ثيرابي وادويه الفارنكلاين وكل الادويه المتاحه. الدنتست من الناس المهمه اللي ممكن توصل المسج دي برضو اثناء وجود المريض في الدنتال كلينيك، ممكن يوصل هذا ويوصل له ان ده ميجور كوز اوف اورال سكويما سيل كارسينوما. اذر انترفينشنز زي كومبيتيشنز، يعني ممكن نعمل كومبيتيشن اللي هيبطل سموكينج هياخد جايزه وبرايس وحاجات زي كده. الاكسرسايز مهم. طب الاكسرسايز مهم ليه؟ لان هو الاكسرسايز ده بيحل محل النيكوتين والبليجر سنسيشن اللي بيحصل نتيجه للنيكوتين عن طريق ان هو يعمل اكسرسايز، بيعمل ستيميوليشن للسي ان اس يطلع كل المواد اللي احنا قلناها بتطلع مع النيكوتين بتطلع برضو مع الاكسرسايز. البارتنر سبورت ده مهم، لازم الشخص يلاقي سبورت من الناس اللي حواليه. الافكت بتاع الجفرمنت، طب ايه دور الحكومه او الدوله في الموضوع ده؟ قال لك 25% من سكند سكول شيلدرن دلوقتي سيجرتس، فاحنا الحكومه الكونتري يعني ليها دور ان هي تقلل البيع بتاع السموكينج في الاماكن العامه. الادفرتايزنج، طبعا الادفرتايزنج بتاع التوباكو من الحاجات المهمه، وطبعا دي من ضمن الصناعات المهمه جدا والغاليه جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الهيلث كير فاينانسنج سيستم، يعني التريتمنت لما يبقى كوست افكتيف ده بيبقى ليه دور اكبر ان الشخص يبطل سموكينج. طول ما الحاجات دي برضو غاليه شويه بيبقى فرصتها اقل في ان هي تساعد. اخر حاجه هي الريلابس بريفنشن، امنع ازاي الريلابس بريفنشن؟ يعني واحد قال لك انا بطلت سنه ورجعت وبطلت تاني ورجعت، طب اعالج ازاي القصه دي؟ بالسايكولوجيكال تريتمنت، سايكولوجيكال لازم اديه سايكولوجيكال سبورت، ازود الديوريشن اوف ثيرابي، ما اقولوش بطل بقى اي حاجه اللي هو اخدها خليه يكمل عليها، وعن طريق ان انا اديله فارماكولوجيكال تريتمنت فور ريلابس بريفنشن. اخر نقطه هي الالكترونيك سيجرت، هنتكلم عليها باختصار شديد جدا. الالكترونيك سيجرت طبعا من الحاجات اللي هي ظهرت مؤخرا وبدات تنتشر جدا جدا جدا، واي حد بيروح اماكن عامه بيلاقيها منتشره جدا دلوقتي. هي عباره عن ريبليكيت السيجرت، هي بديل للسيجرت، لكن هنقول دلوقتي اذا كانت هي كويسه ولا مش كويسه. بتاكتيفيت باي انهيلينج، هو برضه بيعمل انهيلينج للسيجرت سموكينج. الهيتنج ده بيعمل اكتيفيشن لمواد معينه بتديه سنسيشن بتاع السموكينج، وبتبقى فيها اماونت اوف نيكوتين. يعني هو الالكترونيك سيجرت فيها نيكوتين؟ اه فيها نيكوتين، فيها نيكوتين وفيها ماده اسمها بروبايلين جلايكول. وطبعا الحاجات دي ظهر بعد كده المواد الموجوده في الالكترونيك سيجرت ان هي فيري هارمفول، وما تقلش الهارمفول بتاعها عن السيجرت العاديه. الالكترونيك سيجرت is not followed by greater rate of quitting ولا بتعمل reduction في smoking cessation لمدة سنة later. طيب السامري بتاع الالكترونيك سيجرت ثلاث حاجات، اولا هي سيف؟ لا، it is not safe. لما يجي واحد يسألني يقول لي طب يا دكتور انا بطلت الدخان دلوقتي باخد الالكترونيك سيجرت، يعني ده حاجة كويسة ولا ابطلها ولا اعمل ايه؟ لا، لازم تبطلها، لان كل studies قالت ان الالكترونيك سيجرت more harmful عن السيجرت العادية. الالكترونيك سيجرت it is unproven، حتى الطريقة اللي هي بتهرم بتاعتها لغاية دلوقتي it is not proven. وطبعا further research is needed to study the electronic cigarette وان احنا ندرسها كويس ونشوف ايه المشاكل بتاعتها. Thank you very much.